برضو انا لسه مستمرة معاكم يا ولاد وهنكمل. برضو لاحظ الكلمة التي تأتي بعد الكلمات الآتية تعرب مضاف إليه، يعني أي كلمة من الكلمات دي، وفي كلمات تانية لما نكبر شوية كمان هنقولها، الكلمة اللي تيجي بعديهم بتبقى مضاف إليه، زي كلمة كل طبعا بتيجي كتير، كلمة بعض، كلمة جميع، كلمة غير، كلمة سوى، كلمة شتى، كلمة مختلف، كلمة كلا، كلتا، ذو، ذا، ذي. نقول أمثلة لها: مررت بكل دول العالم. كل، قلنا دي من الكلمات، الكلمة اللي بعديها وأنا بغمض عيني تعرب مضاف إليه، يبقى كلمة دول مضاف إليه. طب نبص لمثال تاني: سلمت على جميع المتفوقين. لو بصينا لكلمة جميع، قلنا برضو هي من الكلمات اللي احنا حطيناها فوق، الكلمة اللي بعديها بتيجي مضاف إليه، يبقى كلمة المتفوقين تعرب مضاف إليه. مما سبق من اللي احنا قلنا ده كله يا ولاد، المضاف إليه اسم بيضاف إلى اسم، يبقى احنا نبقى عارفين، عشان انا هكمل في فيديو تاني تكملة للمضاف إليه عشان يبقى عايز شغل شوية مننا. يبقى هو المضاف إليه اسم بيضاف إلى اسم، تمام يا ولاد؟ يعني اللي قبله اسم، فبيجي عشان يعرفه ويحدده، بيعرفهولي ويحدده. زي ما احنا قلنا لعبنا في فناء، لو وقفت عند كلمة فناء مثلا، أي فناء، لكن لما أقول فناء المدرسة، كلمة المدرسة جت عشان تحدد لي فناء إيه. لو قلنا شاهدت كرة وسكت، لكن لو قلت شاهدت كرة القدم، يبقى أنا حددت كرة إيه، عشان في أنواع كتير من الكرة، ألعاب كتير بتندرج تحتيها، في كرة القدم، في كرة السلة، في كرة اليد، فأنا ضفتها عشان توضح لي إيه. زي ما قلت لكم المضاف إليه عامل زي الملح الجميل اللي ماما بتحطه لنا في الأكل عشان يدينا طعم، برضو المضاف إليه بيجي يوضح الكلمة اللي قبله اللي هي بتكون اسم زيه. المضاف إليه هو اسم، والكلمة اللي قبليه لازم تكون اسم.